Good morning, my student. How are you? I hope you are all okay. Today is Monday. Okay. Now we will talk about language essentials. Language essential. Our subject today talking about preposition. Prepositions اللي هي حروف الجر. حروف الجر يا تامن. دائما نستخدمهم، نحكي عنهم، وموضوع كتير سهل وبسيط، بس بدنا نحفظ الأشياء الأساسية. أوكي. شو هم البريبوزيشنز؟ preposition describes a relationship between words in a sentence. Prepositions make a strong tie between word in the sentence. هلا حروف الجر احنا بنستخدمها عشان نربط الكلمات في بعض، نربط الكلمات في بعض خلال جملة، من خلال الجملة. يعني انا لما بستخدم جملة بحتاج حروف جر عشان أخلي معنى الجملة متكامل، معنى الجملة يكون متكامل. يعني أنا إذا احتاجت أوضح مكان إشي، موقعه، الموعد اللي صار فيه، أنا هون بحتاج إشي اسمه prepositions اللي هي حروف الجر. نشوف إيش هم حروف الجر اللي إحنا دائما نستخدمهم وأساسيات عنا. أوكي، prepositions عنا preposition of time. Preposition of time اللي هم الـ at والـ on and in. هلا we use at to specify time. To specify time. شو يعني specify time؟ لما بدي أحدد وقت. For example, the train is due at 12:50 PM. يعني الموعد اللي بوصل فيه القطار أنا حددته. فشو استخدمت؟ استخدمت at. The lesson starts at 7:45 AM. حددت الموعد. We usually have a break at noon. كل هدول الأشياء لما بدي أحكي أنا عن موعد أو وقت محدد بدي أحدده بستخدم له at. أوكي؟ هاي استخدام at. طب إذا أنا بدي أحكي عن يوم، we use on. نستخدم on. The preposition on for days or with days. For example, my brother is coming on Monday. My brother is coming on Monday. أنا حددت اليوم. لما بحدد يوم من أيام الأسبوع بستخدم له on. I go to the club on a Friday. I take a lot of photos when I am on holiday. I received this coat on my birthday. كلهم إذا بتلاحظوا كل الأمثلة هدول بيحددوا أيام، بيحددوا أيام. عشان هيك أنا لما بدي أحكي عن يوم محدد بستخدم له on. بستخدم له on. Okay. We use in for non-specific times during a day, month, season or a year. لما بيكون أنا عندي موسم معين، فصل من الفصول سنوية معينة، شهر من الأشهر، خلال اليوم، خلال أجزاء اليوم، السنة نفسها لما بدي أحكي عن جزء من السنة بستخدم in. شو بستخدم؟ بستخدم in. She likes jogging in the morning. In the morning. My cousin was born in 1995. It often rains in winter. كلها هاي مالها أجزاء معينة من السنة، من الفصل، من اليوم. أنا شو استخدمت؟ استخدمت لها إن. هدول بدنا نحفظهم يا تامل. إذا ما حفظناهم مع معنى الجملة ما بصير علينا صعب الحل. لكن هم إشي كتير بسيط وسهل وإحنا دائما نستخدمه. أوكي. الشكل الثاني من preposition اللي هو preposition of a place. Preposition of a place. أول شيء قلنا prepositions of time اللي أنا بحدد فيه الوقت. هلا بدي أحدد الأماكن. ونفس الشيء عندي on و in و at بستخدمهم للوقت. لكن كيف بدي أستخدمهم للوقت؟ هلا we use at for specific address. لما بيكون عندي عنوان محدد، يعني أنا بعرف العنوان بالضبط، شو بستخدم؟ بستخدم at. For example, we can meet at the station. أنا حددت المكان اللي بدنا نتقابل فيه.
اوكي لما بدي استخدم on لايش بستخدمها؟ name of streets, public transport or certain locations. لما انا بدي احدد اسم شارع, اسم ملتقى عام, مكان نلتقي فيه, او اسم موقع محدد, بروح انا بحط on. فشو بصير عندي؟ Her house is on Oxford Street in London. بيتها موجود وين؟ في شارع أكسفورد. فأنا حددت عن طريق on, عن طريق on. بس لاحظوا in London لما حكيت أنا مكان مدينة, اسم مدينة, استخدمت in, ما استخدمت on. أوكي؟ طيب لما أنا بدي أستخدم in, لإيش بستخدم in؟ in عندي تستخدم to mean inside. شو يعني to mean inside؟ لما أنا بحكي عن مكان أو إشي موجود في مكان محدد, يعني أنا محدد المكان وهذا الإشي اللي بحكي عنه موجود فيه, موجود في داخله. زي لما أنا أحكي عن محل موجود في وسط مثلا المدينة. أوكي؟ فباجي أنا إيش بحكي؟ to mean inside it used with countries, rooms and containers. I always keep my belongings in my room. دائما بتحتفظ انت باشيائك الخاصه وين؟ في داخل غرفتك. يعني انت حددت المكان اللي بتحتفظ فيه باشيائك. اوكي يا تامن, بتمنى يا تامن انكم تكونوا فهمتوا ان شاء الله. يعني I hope you understand this subject, it's easy subject, but I want from you to save this table please. هذا الجدول كتير مهم نحفظه يا تامن, بتمنى انكم تحفظوه وتسمعوه, ويا ريت تصوروا حالكم فيديو وانتو عم بتسمعوا لي, بتمنى منكم هذا الاشي. اوكي, goodbye, see you later ان شاء الله.